المصطفى الشيخ عمر بن السالم طارة وسماحة مؤسس هذه المدرسة أبا نور الدين الشيخ عمر حسن ومسامي، ويا مدير هذه المدرسة أبا حميد الشيخ رمضان بن إبراهيم بن عمر، حشد الأساتذة وجميع الحاضرين الآباء والأمهات والزملاء، أحييكم بتحية الرضوان، إنها سمة هذه الأمة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي حذرنا من دار الغرور، وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور، أحمده وهو الغفور الشكور، أمر ببر الوالدين وحذر ونهى عن العقوق والشرور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوا عليه، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، والصلاة على الحبيب لا تغيب، والصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب، وبالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب، ومن صلى على الحبيب أبدا لا يغيب، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، إخوة الأحباب، ها أنا نصب أعينكم لأذكركم لأن هذا شيء مهم، فالله يقول في محكم كتابه العزيز: فذكر إن نفعت الذكرى. فالذكرى اسم مصدر، اسم مصدر لنقصان أحرفها عن أحرف الفعل في اللفظ وتقدير دون تعويض، وبمعنى الموعظة، وإن هنا بمعنى الشرط، أي فذكر في المكان الذي تنفع الذكرى، وهنا إن شاء الله سوف تنفع ذكري. إخوة الأحباب، أذكركم عن بر الوالدين، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وقرن برهما بطاعته، فقال في محكم يقف عن وصفه الأدباء، يقول الشاعر عن الأم: أوصى بك الله ما أوصت به الصحف، والشعر يدنو بخوف ثم ينصرف، ما قلت والله يا أمي بقافية إلا وكان مقاما فوق ما أصف، يخضر حق الحروف حين يهملها، غيم لأمي عليه الطيب يقتطف، والأم مدرسة قالوا وقلت بها، كل المدارس ساحات لها تقف. سبحان الله، هذه أم فما لها من شرف، تعالوا بنا نقدم حقها. أيها الأبناء قم وأدوا إليهم حقوقهم، وأجهدوا أنفسكم في كسب رضاهم، فهم الذين بذلوا أموالهم وأوقاتهم من أجلكم، وهم الذين أعطوكم بغير من ولا أذى، ويتمنون طول حياتكم، وتعطونهم مع المن والأذى. أيها الأبناء، يقول الشاعر: يزيغ المرء إن أبدا جفاء إلى والديه مهما صان دينا، ويرقى في المكارم ما تفانا بخدمتهم ولم يغمض عيونا، أيكسل بعد أن ضعفوا وشاخوا وهم بصباه كانوا حاضنين، فكم سهروا عليه طويل الليل ولم يبدوا ابتئاسا أو أنينا، وكم ساقوا النعيم له وباتوا على شذ الحياة مدبرين، وكم أمضوا الحياة مهذبين، وكم أفنعوا الشباب معلمين، وليس له من الأولاد شيء سوى يوم يرونهم فائزين. أجرنا إلهي من عقوق، وجنبنا الذي يهوى المشينا. إخوة الأمجاد،
لقد كفر في الأبناء العقوق فنجد أحدهم لا ينفذ أمر أمه إلا إذا دعت ورفعت صوتها عليه ولا يلبي طلب أبيه إلا إذا عبس في وجهه ولا يرغب في سكن مع والديه وهو أصلع له في دينه وأقصد وأوفر له في دنياه وأهنأ له في عيشه وكلما نجد ولدا يكتفي بإشارة وبفهم ويتأدى بتأديب حسن إن إبراهيم عليه السلام بلغ بره بأبيه مبلغا عظيما كان يدعو أباه آزر إلى الجنة ويدعوه أبوه إلى النار فيأخذه إبراهيم بالخلف والرفق الله أكبر ما أعظم بر الوالدين حين يقابل أباه الغاضب الثائر بالهدوء وضبط الأعصاب والأناة وما أجمل أن يصيح بك أبوك ثم يتقدم نحوك رافعا يده للضرب وأنت تنكب على قدميه بتخبيل إن الحياة دين وقضاء والجزاء من جنس العمل أخي الكريم إن أسأت إلى أبويك كان الوفاء من أولادك فاعلم وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته